يا صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده كنت حابب اتكلم معاكم في حاجه وناس كتير قوي سالتني عنها، وهي ان ازاي بقدر اظل السكتشات بتاعتي او بعرف مصدر الاضاءه بتاعها بسهوله. فهحاول اوريكم انا بعمل ايه، وان شاء الله الموضوع يفيدكم. بس قبل ما اكمل محتاج لايك للفيديو وسبسكرايب عشان نوصل ل 1000 سبسكرايب. يلا بينا نشوف السكتش مع بعض. اول حاجه بدات اقسم الصفحه بتاعتي لخط بالطول وخط بالعرض، وبدات اعمل خطوط لشكل الكتله بتاعتي اللي انا هرسمها. طيب الخطوط اللي انا بعملها دي بتتعمل ليه؟ عشان خاطر مثلا لو اللي انا احدد مساحه معينه للشكل اللي انا هرسمه فالشكل ما يموتش مني او النسب ما تبقاش مظبوطه وانا مش واخد بالي. وبعد كده بدات اعمل خطوط اقسم بيها النسب الوش عشان خاطر النسب تطلع مظبوطه، والاماكن اللي هيبقى فيها العين والمناخير والبق والحواجب ما تبقى مظبوطه وما فيش حاجه اكبر من حاجه. وده كان شكل الاوت لاين لما خلص في الاخر. وبعد كده ببدا اجيب الصوره اللي انا رسمت منها السكتش وابتدي اشوف مصدر الاضاءه جاي منين. يعني احنا مثلا في الصوره دي مصدر الاضاءه جاي من الشمال، وابتدي ابدا احدد الاماكن مثلا اللي هيبقى فيها لسعات الاضاءه عشان هي مثلا جايه من الشمال، فاقرب حاجه تبقى ليها الشيء اللي هي لابساه مثلا، فهيبقى ده واخد اعلى اضاءه. مثلا في حتت في الوش بيبقى فيها الاضاءه عاليه، ابتدي اشوف مثلا الاضاءه الاخف لغايه ما اشوف الظل جاي منين. احنا الظل مثلا عشان المصدر جاي من الشمال فالظل هيبقى جاي من اليمين وهكذا. وبعد كده هبدا اطبق الكلام ده عملي على السكتش. يعني هبتدي مثلا اشوف لما اجي اظلل العين ايه الاماكن اللي هتبقى فيها الاضاءه عاليه وايه الاماكن اللي هيبقى فيها الظل بتاعها. وطبعا لما اجي ابدا اخد بالي من الكلام ده هتلاقي واحده واحده الشكل ابتدى يتجسم معايا والملامح ابتدت تظهر، عشان انا ابتديت اجسم الموضوع واللي انا اشوف الاماكن اللي هيبقى فيها الظل والنور فين. فواحده واحده هنلاقي الشكل ابتدى يظهر معانا وبس كده. وده كان شكل السكتش لما خلص في الاخر. اتمنى تكونوا استفدتوا. لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو عايزين نتكلم على حاجه تانية قولوا لي برده في الكومنتات. شكرا يا جماعه اللي اتفرجتوا على الفيديو.